كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة غريبة بس ابتدت تتعرف جدا في مصر، حلاوة الجبن. كنت في الأول بصراحة مستغرباها جدا، ايه حلاوة الجبن دي؟ شكلها غريب ومش عارفة معمولة من جبنة، وكنت مستغرباها ومش عايز دقها في الأول. بعد كده لما دقتها عشقتها، فظيعة فعلا. طعمها لو معمولة مظبوط بجد من الحاجات اللي ما تتنسيش. هقولكوا على مقاديرها دلوقتي. معانا كوباية ونص من المية، كوباية سكر، كوباية سميد ناعم بدون أي إضافات، اللي هو دي السميد ما يكونش مضاف له أي حاجة تانية، ومعلقتين كبار ماء زهر اللي هو المزهر، ومعلقتين كبار موارد، ومعانا نص كيلو من جبنة الموتزاريلا. في ناس كتيرة أو الأصل بتاعها بيتعمل بنوع جبنة تاني، سواء العكاوي أو يعني في أنواع تانية، ولكن أنا هقول لكم على الوصفة اللي أنا عملتها، سهلة وبتدي نتيجة قريبة جدا وطعمها تحفة. معانا بقى للحشوة نص كيلو من القشطة الطازة مش العلب بأكد، وكوباية فستق مفروم ودي حسب الرغبة. للزينة معانا عسل أبيض بفضله عن الشربات، وشوية فستق مجروش. يلا بينا أقول للطريقة. أول حاجة بنحط الكوباية والنص من المية على النار، عليهم كوباية السكر. أول ما يغلوا معايا ببتدي أوطي النار شوية وأضيف كوباية السميد الناعم، وأقلب أقلب أقلب لغاية ما أحس إن السميد ابتدى يستوي معايا. بضيف عليهم معلقتين المزهر ومعلقتين الموارد، وأرجوكوا حطوا الاتنين، بجد بيفرقوا جدا 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 في الطعم. بعد ما أحس إن السميد خلاص ابتدى يستوي معايا بحط الجبنة الموتزاريلا، وأوطي النار جدا جدا وأقلب، وأفضل أقلب لغاية ما الجبنة تدوب تماما. بأكد بتاخد شوية وقت، بس لازم أتأكد إن الجبنة تكون دابت تماما في العجين وبقت حتة واحدة، عجينة واحدة ما فيهاش حتت من الجبنة. وبرجع تاني أكد، دي الوصفة بتاعتي أنا، بستخدم جبنة الموتزاريلا. الأساس ما بيتعملش بالجبنة الموتزاريلا، بس الأساس بيتعمل بطريقة بتدينا طعم شبيه جدا للطريقة دي، والطريقة دي أسهل لأن الأساس الجبنة بتتبشر وبرضو بتتحط في مية الأول علشان بيبقى الجبنة فيها ملح عالي، فلازم نطلع منها الملح وبعد كده نقدر نستخدمها. فأنا لقيت أنه أسهل كتير جدا يتعمل بصراحة بالموتزاريلا، وفي الآخر زي ما بقول الطعم بيكون خيالي. خلاص احنا كده العجينة جاهزة معانا والجبنة كلها دابت جواها. ببتدي بقى اجيب كيس نايلون بفتحه وبدهنه زيت، بجيب العجينة بفردها رفيع على كيس النايلون دوت، بستخدم طبعا نشابة وممكن بواسطة كيس نايلون تاني مدهون برضو بالزيت بقدر افرده رفيع وبشكله بالشكل اللي انا عايزاه، طبعا بيكون مستطيل. وببتدي اجيب الحشوة اللي هو القشطة الطازة. ليه قشطة طازة؟ عشان أعرف أشكلها بإيدي. بشكلها بصبحها وابتدي أرصها بالطول ولف عليها العجينة، لازم تبقى لفة واحدة حوالين الحشو، وأقطع وأكمل كل حتة ببتدي أحشي فيها القشطة ولفها أقفل عليها قفلة بحيث أنها تبقى اسطوانات معي. بعد كده بقطعهم بالحجم اللي أنا حباه ونزل عليه الشربات أو العسل الأبيض ورش عليه الفستق، وينفع على فكرة مع القشطة تحطوا برضو الفستق في الحشوة، دي حسب الرغبة. وبتتقدم وبتبقى فوق الخيال في الطعم بجد، إن شاء الله تجربوها، بس خلوا بالكوا قوي يعني فعلا الواحد ممكن يبتدي يأكل منها وينسى نفسه من كتر جمالها، فخلوا بالكوا قوي وانتوا بتاكلوا منها، هي حتة واحدة بس مش أكتر. وقولوا لي رأيكم، وإن شاء الله أشوفكم في وصفات جديدة. بس برضو قبل ما أختم حابة أعيد معاكم الوصفة تاني علشان إيه تفتكروها معايا. معانا كوباية ونص من المية، كوباية سكر، وكوباية سميد ناعم اللي هو دقيق السميد بدون أي إضافات، ومعلقتين كبار مزهر، ومعلقتين كبار موارد، ونص كيلو من الجبنة الموتزاريلا، وقشطة طازة للحشوة، والفستق والشربات أو العسل الأبيض. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ونتقابل بكرة في وصفة جديدة حلوة على أصول وفي رمضان على النجوم FM.